سي اخويا واش نقول لك كيفاش فرحان؟ ماشي مغربي انا ومني نضرب نص بليون لا كوب دي موند، ماشي هضره وكلام. والله تنجيبوها بهاد ليكيب بواليد الركراكي، الله يحفظو لينا، الله يحفظكم. فرحتوني غنسخف، والله حتى غنسخف. ديما مغرب. شفنا الدموع ديالك كتبكي بالفرحه. ايوا راه مغربي يا خويا، مغربي 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 مغربي. الله يجعل البركه، فرحونا الله يفرحهم والحمد لله. غنتلاقاو مع البرتغال ولا سويسرا بهذه الطريقه هذه، مشاو فيها كوفيريت والبرازيل والارجنتين اللي تلاقينا معاهم حتى خسرنا ما عليهش. المهم هذا الماتش هو اللي كان كيهمنا، اول فرقه في العالم العربي وفي افريقيا كتوصل لكارت دو فينال. يا سعد واش كنت متوقع هذا الفوز هذا؟ كان عندي امل وتفاؤل ايه، ولكن كنت مخلوع، ولكن من دازت بريمير ميتون بزيرو زيرو عرفنا غنربحو غنربحو غنربحو. اللاعبين والمدرب الكراك، اللاعبين كلكم واحد بواحد. انا بغيت لكم العز اللي ما عمركم تصورتوه، وليد انت هو الراس لافوكا ديال العالم. جا الى جا سيدنا محمد الله مع الجاه العالي. مح لكم الفريق الوطني المغربي.